السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين المحل اللي عمل ضجة كبيرة جدا في رمضان وروح وفي ناس كتير راحت اشتريت على الطريق كانت فيها حاجة حلوة؟ جبته لكم تاني بصورة مختلفة تماما بالفروع كلها بتاعته في 49 شارع بطرس غالي، اللي جاي طبعا من ناحية سينما روكسي هينزل في شارع بطرس غالي يعني، وهيدخل المحل على طول. ده طبعا جاد غنيم اللي هو الملابس الحريمي والاطفالي والرجالي، واللي جاي من عند شارع الاهرام هينزل محطة مترو الاهرام وعند بنك مصر بعد الحرية مول طبعا لقدام عند بنك مصر، وهيدخل الشارع اللي في وش بنك مصر ده على طول، هيوصله برضو ل 49 شارع بطرس غالي. انا بديكوا بس الاتجاهين اللي هتيجي من ناحية المترو هتنزل محطة الاهرام، واللي هتيجي من الميكروباصات اللي بره هتمشي ناحية سينما روكسي، وهيقابلكوا طبعا في وشكوا اللي جاي طبعا من ناحيه الحريه مول، والمترو هيقابله في وشه على نفس الرصيف التامين الصحي، وهيدخل في الشارع ده على طول اللي هو قدام البنك الاهلي، قدام بنك مصر عفوا، هيمشي فيه على طول، هيلاقي على يمينه طبعا فرع بطرس غالي. هو في 49 شارع بطرس غالي مصر الجديده روكسي، وهم عموما عندهم 7 فروع طبعا يعني هعرضها لكم دلوقتي بالصوت والصورة، زائد كمان اللي ان شاء الله هيبقى قريبا في افتتاح للفرع الثامن باذن الله، قريبا هيبقى في المعادي عند المحكمة القديمة، هيبقى قريبا جدا، وهنعلم يعني طبعا هيبقى في اعلان عن الفرع الثامن ده قريبا ان شاء الله. وبالنسبة للفرع الثاني في 17 شارع عباس العقاد مدينة نصر زي ما انتم شايفين كده، اللي جاي من ناحيه اول عباس العقاد هيمشي على طول عند المركز عباس العقاد التجاري، هيلاقيه على شماله، وطبعا جات غنيم هيبقى الفرع على يمينه جنب باناسونيك زي ما انتم شايفين اهو، باناسونيك جنبيه على طول البنك اليوناني، بعد البنك اليوناني جات غنيم اهو بالظبط. طيب بالنسبة بقى للفرع الثالث هيبقى في 29 شارع النصر المعادي، الفرع الثالث بتاعهم هيبقى في 29 شارع النصر المعادي، وانتوا داخلين شارع النصر هيبقى على يمينكم سيراميكا كليوباترا، معرض سيراميكا كليوباترا هو الناحية التانية بالظبط مباشرة ليه على الرصيف التاني عنده فوربيت كده زي ما انتوا شايفينه، وجنب صيدلية العزبي تحتيهم على طول. هنشوف بقى الفرع الرابع اللي هو في شهاب، شارع شهاب المهندسين، ليهم فرعين في شارع شهاب المهندسين، فرع رقم 17 وفي فرع رقم 15. طيب بالنسبة اللي جاي من اللي جاي يجي ازاي من ناحية المترو، هيركب هينزل محطة جمال عبد الناصر وهياخد ميكروباص جامعة الدول، ميكروباص بيقول جامعة الدول اللي هو الميكروباص الصغير الأبيض ده، وهينزل عند جاد بتاع الفول والطعمية، هيمشي الشارع ده على طول لحد ما يقابله على شماله، واحنا ماشيين دلوقتي هتشوفوا بالفيديو هيقابلكوا على شمالكم التوحيد والنور، مبنى التوحيد والنور طبعا مبنى كبير جدا ومعروف جدا ومشهور يعني لا غنى عنه، يعني لا غنى عن التعريف بتاعه يعني. فهتلاقوا على شماله على يمينه الرصيف التاني هتلاقوا فرع جاد غنيم رقم 15، بس هتلاقوه بس على اليمين شويه مش على الشارع العمومي بالظبط، هتلاقوه على اليمين شويه بس ظاهر اهو مكتوب عليه جاد غنيم حريمي واطفالي ورجالي وسن محير وبجامات وعبايات وميوهات ولكل اللي تحلموا بيه. طيب هنسيب يعني الفرع ده وهنمشي شويه لقدام، ولا هنحود ولا يمين ولا شمال زي ما احنا هنمشي شويه لقدام، هتلاقوا الفرع اللي هو 17 شارع شهاب برضو المهندسين عند اسماك ابو غالي على نفس رصيف اسماك ابو غالي اهو زي ما انتم شايفين، هتلاقوا جاد غنيم اطفالي وحريمي ورجالي تمام كده. طيب بالنسبه للفرع السادس، الفرع السادس ده هيبقى في القصر العيني، يبقى في شارع القصر العيني زي ما انتم شايفين عند ناصيه المبتدئين، طبعا بيفتح من 8 الصبح على فكرة لحد الساعة 12 بالليل، كلهم بيفتحوا من الساعة 10 الصبح للساعة 12 بالليل ما عدا فرع القصر العيني بيفتح من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 12. طيب يا جماعة احنا دلوقتي عندكم كمان سرايا القبة، فرع سرايا القبة في 37 ألف سرايا القبة شارع ابن سندر،
امام مركز شباب ابن سندر، واحنا ماشيين اهو من المترو هيقابلكوا الكابتن، وبعد كده في نفس الشارع هيقابلكوا كشري الزعيم. يبقى انتوا كده داخلين صح، الوصفه هي صوت وصوره عشان محدش يتوه ومحدش بعد كده يرجع يقول لنا احنا ما قلناش ليه، ما قلناش فين ونركب ايه ونروح فين. مواعيده من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل كل يوم، ما بيقفلوش كل يوم يا جماعه، ما بيقفلوش خالص. حريمي واطفالي ورجالي وميوهات وملابس رياضيه كمان عندهم اجود الخامات، وزي ما انتم شايفين العروض اهي بمناسبه طبعا الذكرى السنويه بتاعتهم لافتتاحات الفروع في شهر 7، عاملين ديسكاونت 15% طول شهر 7. طب بالنسبه للناس اللي حاملي كارت القناه اللي هم هيشتروا الكارت مننا عشان يستفيدوا بالعروض بقيه السنه، هيبقى 10% خصم بس بقيه السنه، 10% خصم بس بقيه السنه، لكن شهر 7 15%. ولما بتاخدي الكارت كمان مننا الكارت اللي بتاخديه عادي اطفالي حريمي رجالي تستخدميه كذا مره في شهر 7، مفيش اي مشكله، هيتعمل لك برده عليه ديسكاونت 15%. بس ال 15% دي مش هتكون شامله العروض بتاعتهم، بمعنى هم اصلا عاملين ديسكاونت مثلا زي ما انتم شايفين على حاجات 25 جنيه، على حاجات مثلا ب 50 جنيه دي عليها اصلا خصم او عرض. زي ما انتم شايفين زي الملابس الرياضيه اللي قدامي كده للجيم، تمام؟ دي مش هتاخد عليها خصم لان هو اصلا عامل عليها خصم، لكن اللي هيتعمل لك عليها خصم هي الحاجات اللي هي اساسا مش معمول عليها اي خصم. تمام كده؟ عموما الارقام الفروع تاني بموبايلاتهم بكل حاجه هتلاقوها مكتوبه في اخر الفيديو، فخلونا معانا يعني خليكم معانا لاخر الفيديو وشوفوا العروض للاخر، وتابعوا معانا كمان الجزء التاني الحريمي. دي كل البدل الرياضيه اللي عندهم، القطعه اللي فوق بس لوحدها يعني ب 25 جنيه، الطقم كله على بعضه ب 50 جنيه، وفيهم لحد مقاسات 4 اكس لارج 4 اكس لارج. عندهم مقاسات يا جماعه في الملابس الرياضيه للجيم الحريمي لحد 4 اكس لارج، عندهم بروفا تقيسي براحتك جدا عشان تتاكدي من مقاسك اذا كان صح ولا لا. انا حبيت اوريكم بس كذا موديل للبدل، هم عندهم اكتر طبعا من طقم، فانا بس يعني اخترت عينات عشان خاطر اللي رايحه تبقى عارفه الالوان اللي موجوده وستايلاتها عامله ازاي. طبعا في ستايلات والوان كتير جدا، فان شاء الله لما تروحوا باذن الله الفروع، والفروع على فكره بيبقى موجود فيها كمان موديلات مختلفه، يعني ممكن تروحي فرع تلاقي مثلا الموديل ده مختلف عن ده، بس عموما لو انت طلبتيه هيوفره لك مفيش اي مشكله، هيوفره لك في الفرع اللي موجود فيه وهيوصله لك لحد عندك مكان ما انت واقفه في الفرع اللي عندك في خلال 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي، لان الفروع كلها تعتبر قريبه من بعض لحد 4 اكس لارج زي ما انتم شايفين. طيب بالنسبه بقى للمايوهات، الناس اللي كانت عايزه المايوهات البيج سايز يعني الاحجام الخاصه، المايوهات يا جماعه اسعاره عنده في ب 195 وفي ب 185 وفي ب 220. المايو ده مثلا ب 220 ومقاساتهم لحد 3 اكس لارج و 4 اكس لارج و 5 اكس لارج لحد 5 يعني 5 اكس لارج و 4 اكس لارج و 3 اكس لارج، وطبعا موديلات ومقاسات مختلفة تماما زي ما انتم شايفين. الاطفال ب 120 جنيه زي ما انتم شايفين اهو، الاطفال ب 120 جنيه. التيشيرت الرجالي ده كان عامل ب 50 جنيه قطن، هنوريه لكم كمان دلوقتي بالمرة، انا مش سايبه لكم حاجة في الفيديو، قلت لكم كل الاسعار والمقاسات والفروع هنروحها من فين وهنجيها ازاي، سهله جدا يعني وبسيطه ان شاء الله كلكم تعرفوا توصلوا لها ومش هيبقى فيها اي مشاكل. زي ما انتم شايفين موديلات المايوهات الشرعي عشان الناس اللي رايحه مصيف 7 و8 و9 و10 كمان، في ناس بتروح 11 والله، زي ما انتم شايفين لحد 5 اكس لارج. اسعار المايوهات زي ما انا قلت لكم من 185 ل 190 لحد 220، دي اسعار المايوهات هناك. وزي ما انتم شايفين الوانها زهري في اسود وفوشيا في اسود وبستاج، وفي طبعا اللي هو المقلم الخطوط زي ما انتم شايفين اللي هو كذا لون مع بعض، في برضو بروفا زي ما انا قلت لكم. طبعا ده السنتر الاساسي اللي احنا كنا بنصور فيه، ده السنتر الاساسي اللي احنا كنا بنصور فيه اللي هو في سرايا القبه،
في 37 ألف سرايا القبة. ألف دي مهمة جدا على فكرة، عشان في 37 دي متكررة كذا مرة، ده اللي أنا عرفته يعني في المنطقة. فأنتوا لازم تدققوا يا جماعة، حتى للناس اللي جاية على جوجل مثلا على جي بي اس تكتب 37 ألف عشان دي مهمة قوي. هو هم عموما قريبين من مترو زي ما انتوا شفتوا كده، مش يعني مش بعيد يعني خالص، يعني ب185 اهو زي ما انا قلت لكم السعر بالظبط زي ما انتوا شايفين، باين قدامكم طبعا الاسعار، وباين قدامكم حتى شكل الخامة. 165 195 30 جنيه. دي بقى هنبدأ في الحاجات اللانجري، يعني دي حاجات البيت، دي البناطيل البيت ميديوم ولارج واكس لارج وتو اكس لارج كمان ب30 جنيه معمول عليها عرض زي ما انتوا شايفين، من 100 من 75 جنيه ل120 جنيه اسعار البيجامات دي بتبدا. وفي كمان منها المجموعه الثانيه من 75 جنيه ل120 جنيه تمام. دي المجموعه كلها اللي عند الناس بقى اللي بتجهز العرايس اللي فرحها ان شاء الله على العيد او بعد العيد، تقدري تستفيدي بالخصومات والعروض وتشتري اللانجري اللي باقي لك، سواء بيجامات او هوت شورت او برمودا، بيجامات برمودا او بناطيل بيتي عاديه، سعرها 90 جنيه زي ما انتم شايفين اهو البيجامه. طبعا المقاسات ما نسيتش اللي انا صورها لكم، المقاسات عندهم سمول وميديوم ولارج واكس لارج ولحد 2 و3 اكس لارج، لحد 2 اكس يعني 2 و3 اكس لارج في بعض الموديلات مش في كل الموديلات، عشان بس ابقى واضحه معاكم. وانا عموما صورت لكم مجموعه كبيره جدا اللي عليها 2 اكس لارج بالذات، صورتها لكم برده في الفيديو عشان تبقوا جايين وعارفين انتوا هتشتروا ايه. ولو انت محتاجة حاجة في فرع مش موجودة زي ما انا قلتلك تبلغي مدير الفرع، انا شفت مثلا السايز الفلاني او الموديل الفلاني في الفيديو ده وانا عايزاه اشتريه بسايز السايز بتاعي كذا، وهو هيوفره لك فورا يعني، وانت قاعدة معاهم كده في الفرع هو هيتصل بالفروع وهيتصل بالسنتر الاساسي الرئيسي بتاعهم وهيوفره لك، مفيش اي مشكلة. وارد جدا ان انت تروحي تلاقي موديلات مختلفة، وارد جدا ان انت تروحي تلاقي موديل خلص، وارد جدا بتحصل، بس هو هيوفرهولك يعني. الحاجات دي بيبقى برضو فيها منها في المخزن بتاعهم، فهو ان شاء الله هيوفرهولك، فما تقلقيش خالص من ناحية اللي انت ممكن تروحي وما تعرفيش تحصلي على الموديل اللي انت حبتيه او اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفين كده البيجامات اللي هي كل دي انا هوريها لكم وانا بعرضها بايدي كده، اللي هي البرمودا والشورت انا هوريها لكم وانا بعرضها بايدي، مفيش اي مشكله منها خالص. انا حبيت اوريكم الحاجه بالتفصيل الاول قبل ما اعرضها وهي وانا ماسكاها كده عشان تبقوا عارفين ده شورت ولا هوت شورت ولا ده ايه بالظبط. البيجامات دي كانت اسعارها من 115 لحد 285. طبعا هتلاقوا ارقامنا على عنوان الفيديو عشان اللي عايزه تحجز الكارت او مجموعه الكروت للدعايه المحلات اللي احنا عملناها في جوله فروكسي تحت امرهم، فهتتصلوا بينا في رقم اداره القناه عشان تحجزوا الكارت وهنتفق معاكم ازاي نوصله لكم تمام، عشان تستفيدوا بالعروض لاخر السنه. وما تنسوش تابعوا معانا على طول فروع جاد غنيم، لان ان شاء الله الفرع التامن هيكون فيه مفاجآت هايله جدا جدا جدا، هيعملوا فيها ديسكاونت ويعملوا فيها حاجات حلوه قوي للناس حاملي الكارت والناس كمان اللي اول مره تسمع عن جاد غنيم عن طريق قناه فيها حاجه حلوه. وان شاء الله هنعمل لكم تغطيه كامله عن الافتتاح وعن العروض وعن الديسكاونت وعن المفاجآت والهدايا وكل حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله هنوفرها لكم. طبعا الناس اللي شافت الفيديوهات بتاعه جاد غنيم قبل كده ايام رمضان هتبقى بصه ومطمنه وعارفه من جاد غنيم، الناس اللي بتشتري قبل كده وهي عارفه جاد غنيم من غير الفيديو هتبقى برضو عارفه متاكده وبالنسبه لها معلومات جديده على اللي نزل جديد وعلى الديسكاونت والعروض. اما بالنسبه للناس اللي لسه بتشوفنا لاول مره فاحنا مبسوطين جدا اللي انتم معانا واللي احنا كنا سبب نعرفكم على جاد غنيم في بيع القطاعي. طبعا المكان اصلا بيبيع قطاعي وبيبيع كمان جمله بره مصر او جوه مصر في جميع المحافظات زي ما انتم شايفين. انا قصدي اللي انا كنت اصور لكم الهوت شورت، لا مقاسه لحد فين بالظبط عشان برضو تتاكدوا من مصداقيه القناه 2 اكس لارج.
اهم لحد 2 اكس لارج، بيبقى الهوت شورت بتبقى مقاساتها بتبقى كده شكل الحاجة، برضو لما بيبقى في الايد ممسوج غير لما بيبقى معروض على الشماعة. فانتوا عارفين ان انا بحب جدا يعني اجيب لكم كل حاجة بالتفصيل في المكان، ما بحبش الكروتة وما بحبش الشغل اللي صور 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 وبعد كده يبقى الناس رايحة مش عارفة هتشتري ايه اصلا، ومش عارفة الحاجة دي هتناسبها اساسا ولا لا. ده بنطلون والكات بتاعه، بادي الكات بتاعه زي ما انتوا شايفين. استنوني طبعا بعد ما نخلص اللانجري عشان العروض القوية جدا جدا في الجزء الثاني والثالث والرابع، هنعرض الاطفال والرجال وهنعرض لكم كمان بقية الحريمي. انا قسمت لكم الفيديو نصين عشان اللي مهتمية باللانجري واللي مهتمية بالملابس الرياضية تشوفها، واللي مهتمية بالمايوهات واللي مهتمية بالعبايات السمراء والعبايات عموما تقدر ان هي تشوفها برضو وتستفيد معانا بالخاص. زي ما انتوا شايفين كده دي المجموعة كلها، لحد 2 اكس لارج، لحد 2 اكس لارج. استنوا معانا لحد اخر الفيديو عشان تاخدوا الارقام اللي تناسبكم تبع الفروع القريبة منكم، الارقام الارضي وارقام الموبايلات. استنونا معانا لحد اخر الفيديو والعناوين تفصيليا. بصوا لحد اكس لارج برضو اكس لارج، يعني هتلاقوا المقاسات يا جماعة متوفرة جدا يعني، وان شاء الله تنبسطوا معانا وتنبسطوا بالعروض وتتوفقوا باذن الله تعالى في اختياراتكم. طبعا زي ما قلت لكم السبع فروع، خليكم معانا مكملين لاخر الفيديو عشان تاخدوا العناوين والارقام بالتفصيل. والناس اللي بتسال عن الجمله يا ريت تتصلوا براحتكم وتسالوا وتستفسروا عن ازاي الشحنه والعروض والاسعار هتبقى في الجمله ازاي، سواء في جوه مصر او بره مصر في جميع المحافظات. وان شاء الله تابعوا معانا الفيديوهات الجايه عشان تستفيدوا بالعروض الاطفالي والرجالي وبقيه الحريم معانا، والمقاسات البيك سايز الكبيره زي البناطيل والعبايات والملابس البيتي. طبعا زي ما انتم شايفين الفروع اهي، 37 الف شارع ابن سندر سرايا القبه، 49 شارع رمسيس ناصية بطرس غالي، 17 شارع عباس العقاد، وهكذا.